دلوقتي احنا هنعمل الجلاش. عشان نعمل الجلاش محتاجه لفه جلاش، زبده، وشربات. ده الاساس، يعني ده كده احنا الاساس بتاع الوصفه اللي احنا هنعملها دلوقتي. ممكن بقى انتوا تضيفوا شويه من ال ده اسمه ايه؟ الفستق المجروش، ممكن تضيفوا قرفه، ممكن تضيفوا شوكولاته قابله للدهن، ممكن تضيفوا سكر، وممكن تضيفوا اي مثلا زبده لوتس، زبده فول سوداني، ممكن تضيفوا يعني عارفين انتوا النكهات دي، لان هقول لكم دلوقتي لما اجي اقدم هتفهموا ازاي ممكن تضيفوهم. الزبده خلاص اهي، والبوتاجاز خلاص شكرا، احنا مش ناقصين نار، كفايه النار اللي بره. والزبده دي خلاص هستخدم السايحه، والشربات خليها على جنب دلوقتي. طيب عايزين نعمل، ننشف بس عشان مش هينفع يبقى فيه ميه. عايزين نعمل اساور وصوابع اللي هم زي دول، انا هجيبه هناك لان كده كده هقدمه هناك، فخليه قدامنا كده واحنا بنشرح عشان نعرف هنعمله ازاي. احنا عايزين نعمل صوابع جلاش واساور جلاش، واحنا عاملينهم هنا ميني يعني بالحجم الصغير. عشان نعملهم نعمل ايه؟ هنجيب لفة الجلاش بالشكل ده كده اهو، طبعا لازم تكون طازة، لازم تكون مش متجمدة، ولازم طول ما انتوا شغالين تكون ايديكوا سريعة ويكون الجلاش متغطي. هنعمل ايه؟ هجيب الزبدة، هحط ورقة الجلاش هنا، هدهن بالزبدة، وبعدين ألف ورقة الجلاش، وأنا بلف بضغط بس بسيب هوا في نفس الوقت عشان تطلع نفشة من جوه، ما تطلعش مكتومة أهي. كده دي عملت لي صوابع الايه الجلاش. رشة من القرفة، رشة من السكر، ولف الصباع ده كمان. ادي فكرة تانية، وهسيبه كده هيبقى صباع كده جلاش بالقرفة والسكر اهو. زبدة، دهنا زبدة وحطينا هنا الفستق. عايزين نعمل التريليتش يا رؤيا هدى لو سمحتي، حطيها كده عندك وهنلاقي لها حتى لو يوم سحور ولا حاجة لانها مغذية ولطيفة. حطينا كده يا جماعة، ده فاضي خالص زبدة بس، ده زبدة وسكر وقرفة. الصباع الثالث ده عملناه بالزبدة والفستق، تمام كده. انا اتسليت كده وانا واقفة، عملت ثلاث صوابع تانيين ورحت قسمة بالنص بالسكينة، بقوا صوابع اصغر شوية في الحجم، يعني هم نفسهم اللي احنا عملناهم بس اخدناهم بالنص بالسكينة. فبقت عندنا صوابع سادة، وعندنا صوابع بالفستق، وعندنا صوابع بالسكر والقرفة، تمام. انتوا بقى تقدروا تحطوا طبعا زي ما قلت لكم افكار كتير جدا. عايزين بقى نعمل الاساور دي، هنعملها ازاي؟ هجيب نفس الورق اللي انا بشتغل بيه من الجلاش، هحطه هنا وهدهنه بالزبده. كنا شغالين الاول بالطول، انا دلوقتي هشتغل بالعرض. هبتدي الف نفس الحكايه باحكام بس في نفس الوقت سايبه هوا علشان ما تطلعش مكتومه، انا عايزاها تطلع من جوه هشه. وبعدين لما اجي الف بسيب صباعي الكبير جوه اللفه اكني بلف عليه عشان اعمل مكان بعد كده احط فيه الحشوه اللي انا عايزاها اهي. شايفين مكان صباعي الكبير ده، وبلف كده ايه حواليه، واجي عند الطرف ده واقوم حطاه تحت. استنوا عشان نعمل واحده كمان مع بعض. ادي ورقه بالعرض، وادي الزبده، وابتدي الف. بصوا بقى، بحط صباعي الكبير بثبته وبمشي بلف بصوابعي التانية بحيث يفضل صباعي الكبير جوه اللفة علشان اعمل مكان
للحشوة، واجي على الطرف الاخير ده اقوم منزلاه تحت عشان ما يفتحش مني في الفرن، واقوم حطاها كده. اجيب بقى الفرشة وابتدي ادهن الاساور والصوابع اللي عندنا دي هنا اهو، وادخلها الفرن لحد ما تاخد اللون الذهبي. تمام، بسم الله. ما بتاخدش يا جماعة وقت خالص خالص، الفرن سخن فوق وتحت شغال، مش هتاخد معانا وقت خالص. نيجي بقى للي احنا اصلا عاملينهم دول وسايبينهم يبردوا علشان نعرف ايه نتعامل معاهم. حاطه هنا شوكولاته قابله للدهن، بسم الله، وهبتدي احط منها في النص مكان ما قلت لكم كنت حاطه صباعي الكبير بحيث يعمل لي مكان للحشو. ممكن دي بقى تبقى زبدة بسكوت، زبدة فول سوداني، اي حاجة انتوا بتحبوها او الولاد بيحبوها اهو. ممكن سكر بودرة، ممكن سكر بودرة وقرفة، ما نسيتش حاجة صح؟ طيب ده بالنسبة للأساور. بالنسبة للصوابع، جيب معلقة أحط من الشربات، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا، أو عسل أبيض، وأنزل فستق أو فول سوداني أو بندق أو اسمه إيه دوت، جوز هند،